لو أصيب أحدنا بجروح أو انقطع جزء من أظافره أو أصابعه نصاب بألم شديد، ونحن نرى الأطفال والأبرياء يقتلون في فلسطين كل يوم والجميع صامت. لذا أقود دراجتي هذه منذ 6 أشهر عليها علم فلسطين تضامنا مع أهلنا في غزة للتعريف ولتذكير الناس بما يحدث لإخواننا الأبرياء. عاشت فلسطين، عاشت فلسطين. أنا أرى محمد منذ ما يقرب من 5 أشهر يقود دراجته وينادي عاشت فلسطين، يظهر تضامنه مع فلسطين ويشجع الناس على ذلك. هذا تصرف رائع من محمد، وعلى الجميع أن يكون لهم نفس الشعور وهذه النفسية، فنحن أمة واحدة بالرغم من بعد المسافة.